أصبح توا يحبوا يدخلوا وهم بأنه هذاك هو شد وقت الطريف اللي عندكم في الضفة الغربية والإخوانجية شادين في 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 غزة أجل يعني دفع مزيد من التضحيات في تونس أيضا. المشؤوم هل استوعبنا الدرس وقد تناولته في هذه المداخلة؟ مركع ولية رغمي نائبة عن كتلة الجبهة الشعبية مجلس نواب الشعب. اليوم نحن حضرنا في كفس حضرنا التيار الشعبي اليوم ينظم ندوة حول وعد بلفور المشؤوم الذي تم بمقتضاه تسليم فلسطين لدولة العصابات الصهيونية من طرف الاستعمار البريطاني. وبدت معناها يعني حرب إبادة جماعية ضد شعبنا في فلسطين من أجل إخراجه من أرضه وإحلال محله. شعب ثاني جاءوا من مختلف أصقاع الأرض تلموا في فلسطين قلب الأمة العربية من أجل طبعا الاستيطان فيها ومن أجل أن يكون يعني هذا الكيان جسم غريب يمثل الاستعمار ويحمي الاستعمار داخل المنطقة العربية. وللأسف منذ تأسيس دولة العصابات الصهيونية توجد نظام رسمي عربي يعني مستسلم وراضخ وداعم أيضا لهذا الكيان الغاصب إلى جانب دعم كبرى قوى الاستعمار لهذه الدولة. حضرنا اليوم في قفصة، وقفصة بالذات اللي تحيي هذه الذكرى السيئة. قفصة كانت معناها تنطلق فيها المسيرات العارمة الهادرة المندة بالعدوان الصهيوني على فلسطين وعلى جرائمه. كانت تخرج أيضا معناها مظاهرات كبيرة من سيدي بوزيد ومختلف معناها ولايات الجمهورية. اليوم حتى التعاطف الشعبي معناها أصبح رخوا. علاش؟ لأنها البوصلة ضاعت ومحاولات محمومة أيضا باش تضيع فلسطين في زخم هذه الاتفاقيات السلام واللقاءات المتتالية بين قيادات عربية والصهاينة وبين قيادات فلسطينية والصهاينة، وما عادت فلسطين هي البوصلة. لذلك نلقوا العدو الصهيوني اليوم يعيش أفضل ظروفه ويعيش حالة معناها من السلام المريح جدا، لأنه ما عادش تم مواجهة وما عادش تم حديث على فلسطين لا من الشارع العربي ولا من غيره، بل بالعكس أصبحت معناها مسيرات يشوفوا فيها في مختلف أنحاء العالم مندة بالعدوان الصهيوني كان في المنطقة العربية. علاش؟ لأنه أصبح المواطن العربي هدفه الوحيد اليوم هو خبزه وأمنه، خاصة بعد أن تم زرع العصابات الإرهابية في المنطقة العربية وأصبح المواطن العربي همه هو الإرهاب وأنه يعيش بأمان. العصابات الإرهابية هذه هي أكبر خطأ محدد بالأمة العربية، تجاوز حتى يعني الاستعمار. علاش؟ لأنه هو أداة بيد الاستعمار، وفي عوض الصهاينة كانوا يواجهوا أو كان يعتدوا على الأمة العربية بأبنائهم بشذاذ الأفاق اللي نموهم في فلسطين وبأموالهم، أصبحوا يقاتلون بأموالنا نحن وبأبنائنا نحن. أصبحت سوريا مستباحة وليبيا مستباحة ومصر وتونس وغيرها، وهذا إن خدم أحد فإنما يخدم دولة الكيان الصهيوني ويخدم الأمريكان ويخدم الاستعمار بصفة عامة. يجب أن تعود البوصلة فلسطين، يجب أن تعود للشارع العربي المظاهرات الهادرة اللي تقف تضامناً مع فلسطين، حتى تعود البوصلة الحقيقية للشعب من أجل تحرير فلسطين. ولا بد من تجنيد كل إمكانيات التوانسة وكل إمكانيات الشعب العربي من أجل قتال العصابات الإرهابية التي فعلت بالشعب العربي وبالأمة العربية ما لم يفعله الاستعمار وأكثر مما فعل الاستعمار. لأن الاستعمار هو عدو واضح وعلني. العصابات الصهيونية هذه اللي متمثلة في العصابات الإرهابية هي متغلغلة بيناتنا وما تعرفش عليه. الإرهاب يطلع خوك ولا يطلع جارك ولا يطلع قريبك. لذلك حربنا على نفس المستوى، يعني حرب على الصهيونية وحرب على الإرهاب
ولا بد ان ننتصر في حقه. ما عنده حتى شيء الا الاراده والشجاعه. الشجاعه مالناش باش نقوله اللي ما توفرتش في النظام. يصير عدوان على اهلنا في الارض المحتله كانت قفصه هب عن بكره ابيها.